طيب المحاضرة اللي راحت أو امبارح هي حكينا عن الانهيرتنس، نعمل مراجعة سريعة عن الانهيرتنس. حكينا إنه الانهيرتنس أنا بدي كلاس، في عندي مجموعة من الكلاسز في بينهم كومن أو في بعض الشغلات المشتركة، يعني زي الأسماء زي العناوين إلى آخره وبعض الميثود المشتركة. فأنا باجي بعمل كلاس بيرنت لهم وبعمل الكلاسز السب كلاسز هذول لانهم ياخذوا الشغلات المشتركه من البيرنت كلاس. زي ما حكينا المثال اللي حكينا عنه هاي عملناه بيرسون. انا هنا عندي مثلا ام هاي الكلاس، عندي امبلوي وعندي ستودنتس، فباجي بعمل عندي كلاس بيرسون في شغلات متشابهه زي النيم ناشوناليتي الادرس والايج، في عندي كمان بعض الميثود المتشابهه بعملهم، وبعدين بروح على كل كلاس وبحدد الشغلات الزياده او الشغلات اللي خاصه بكل كلاس. زي هنا عندي بعض الاتريبيوتس دول خاصين بالستودنت، في عندي اتريبيوتس خاصين بالامبلوي بعملهم في كل كلاس. حكينا كمان عن الكونستراكتور، اللي حكينا دائما الكونستراكتور لما انا اجي اعمل انهرت، يعني هنا عندي الستودنت هاي تمام، هاي الستودنت عامل انهرت من كلاس بيرسون. لما اجي اعمل اوبجكت من الكلاس مباشرة بيجي في عندي او مباشرة بستدعي السوبر كلاس. السوبر كلاس هاي بتروح لمين؟ للامبلوي، لا عفوا للبيرسون كلاس. هاي حتروح للبيرسون كلاس. طيب حكينا حتى لو هاي الميثود مش موجوده حيروح، يعني لو هاي لغيناها راح يروح للديفولت، راح هو حيستدعي الديفولت كونستراكتور ويروح عليه. فبهي الحاله البيرسون كلاس اذا ما في ديفولت كونستراكتور راح يعطيني ايرور، اذا موجود الديفولت كونستراكتور هو راح يروح على الديفولت كونستراكتور. فانا عندي اول شيء راح يتم استدعاء هي السوبر كونستراكتور. وصلنا عند الاوفر رايدنج والاوفر لودنج. مين يحكي لي شو الاوفر لود؟ متذكرين ايش الاوفر لود؟ اثنين مثل زي بعض. طيب ايش يعني بس اثنين مثل زي بعض؟ ونفس الباراميتر. لا اذا نفس الباراميتر ما بزبط. الاوفر رايدنج هو التو ميثودز نفس الاسم بس البارامتر مختلفين with different parameters، صحيح؟ فأنا لما يكون عندي ميثود ما يكون عندي ميثود A وميثود B على أي أساس؟ يعني ها لو جيت على المين نزلت تحت ممكن يكون عندي أكثر من ميثود. static void مثلا A، وهنا عندي باجي بعمل implementation له، باجي تحت بعمل نفس الشيء نفس الاسم. الان لو خليت ال تمام، لو خليت الاثنين نفس الشيء راح يعطيني ايرور ما بزبط، لازم يكون في اختلاف. لازم هنا مثلا اغير في البارامترز، يعني هنا عندي انتجر مثلا A وهنا حروح على دبل A. فلما اجي استدعي الاسم الميثود هاي في المين هو بناء على الارجيومنت راح يجي عليها، يعني لما ابعث A وابعث هنا انتجر فهو راح يجي على هاي الميثود، اذا بعثت دبل راح يجي على هاي الميثود. هذول بنسميها اوفرلودنج. انا عندي تو ميثود نفس الاسم بس لازم يكون في اختلاف في السيجنتشر او في البارامترز، نمبر اوف بارامترز. طب هاي الميثود اوفر لودنج، في عندي بالكلاسز او بالانهيرتنس ميثود اوفر لود اوفر رايدنج. ايش يعني اوفر رايدنج؟ الان لما اجي على كلاس ميثود، لما اروح على البيرنت كلاس، هيني رحت على الستودنت كلاس، بدي اجي اعرف هنا ميثود خليني اسميها هذه تشيك اوفر لود. قبل الاوفر رايد خليني اجي على الاوفر لود. هذه نفس الاوفرلود، ممكن يكون عندي الكلاسز يكون فيهم اوفرلود، يعني هنا عندي الكلاس بيرسون
تمام. هاي عندي ميثود سميتها تشيك اوفرلود، وهنا عندي الستودنت. الستودنت هي انهرت من مين؟ الستودنت هي انهرتد هيها من بيرسون. طب الستودنت هي فيها كلاس تشيك اوفرلود، هي نفس الاسم اللي موجود في البيرسون. احنا مش حكينا من اعمل انهرت من كلاس، فانا الميثود كل اللي في البيرنت راح يصير موجودين عندي. طب هنا رد عرف نفس الميثود الموجوده في البيرنت، هنا على اي اساس راح يعرف لمين ياخذ؟ لما اجي في المين واستدعي تشيك اوفرلود، على اي اساس بحدد لاي ميثود يروح؟ مين يجاوبها؟ مين يعرفها؟ بناء على الباراميتر. يعني هنا عندي البيرنت ميثود تشيك اوفرلود، هي نفسها هذا المفهوم، نفس مفهوم الاوفرلود اللي اخذناه في المين وفي الميثودز، نفسه في الكلاسز الانهيرتنس ممكن يكون عندي نفس الشيء. يعني انا الان عندي تشيك اوفرلود هاي، بس هذه ما لها باراميتر. باجي على الستودنت نفس الميثود لكن لها باراميتر، فلما اجي في المين استدعي هاي ميثود تشيك اوفرلود، انا هي هذول الاوبجكت اللي عملتهم. هاي جيت هنا عملت تشيك اوفرلود ستودنت 1، تمام. هاي الاوبجكت الاولى، هاي الاوبجكت الثاني. جيت انا حكيت عند الستودنت 1 جيب لي تشيك اوفرلود. الان مين المفروض يطبع؟ المفروض يروح على، الان في عندي 2، هو ماخذ 2، واحده موجوده بالستودنت وواحده ماخذها من البيرسون. لو جيت عملت رن خلينا بس اتعرف عليها هنا، او لا بدي احطها بجمله، هي اوريدي طبعت. طيب تمام، بالاخر اعطاني مين انا؟ This is student class، راح للي موجوده في الستودنت. ليش؟ لانه بالستودنت هي الها بتاخذ باراميتر، اللي بالبيرسون ما بتاخذ باراميتر. فلو جيت حذفت الباراميتر هاي وعملت رن راح الاقي بالاخر حكى لي This is person class مش student، لانها خلص بياخذ بناء على الباراميتر. هذا overloading، عفوا overloading. نعم، الان في عندي override. ايش يعني override؟ بحكي لي ممكن يكون عندك ميثود نفس الاسم ونفس الباراميتر نفس السيجنتشر. يعني مثلا ممكن اجي هنا على بيرسون، خلينا افعل هاي البيرسون ايت، فبحكي لي انه طار انه هذا الشخص بياكل، بحكي لي this person eats. وبدي اجي على student كمان بدي احط نفس الميثود، نفس الميثود نفس البارامتر بس جوا مختلف، this student eats at the cafeteria. وطبعا عندي خلص هيك كافي this student eats at the cafeteria. طب الان لما اجي على المين كلاس، خليني اعمل سيف عشان يتفعل عندي. لما نروح على المين واجي اكتب هنا std1.eat، مين المفروض يطبع لي؟ تعيت لي student ولا تعيت البيرسون؟ student هون. ايه؟ تعيت student. تعيت مين؟ student. ليش؟ لان هي عملنا لها فوق اوبجكت منها. لان عملت اوبجكت من student. هيك انا بحكي. هو دائما صح، هو دائما بياخذ الاقرب. يعني انا الان عندي تمام، انا عندي البيرسون، هاي البيرسون، هاي كلاس البيرسون، وجيت هنا عملت انهرت لكلاس ستودنت، وفي عندي نفس الميثود موجوده للاثنين، وجيت انا في المين عملت اوبجكت من الستودنت هاي، وبياخذ الاقرب. يعني انا عملت كلاس اوبجكت من الستودنت، هل الميثود موجوده في الستودنت؟ بياخذها. لو الايت مش موجوده في الستودنت ساعتها بروح لمين؟ بروح بياخذها من البيرسون. فالان لو جيت اجرب انا، هي عندي تشيك اوفرلودنج، هنا ستودنت ايت، خليني اعمل رن واشوف مين ايش راح يعطيني. هي اعطاني بالاخر this student eats at the cafeteria، هو اخذ الاقرب اللي هي موجوده بالستودنت. طبعا لو جيت من الستودنت حذفت الايت هاي، تمام، هاي حذفتها، بهاي الحاله ايش راح يعطيني؟ خلاص راح يروح للبيرسون. اعمل رن، بالاخر بحكي لي this person eats،
لكن إذا كانت موجودة بالسيدنت كلاس راح يأخذ الأقرب إلها. طبعا نفس الشيء الآن أنا عندي كمان كلاس ثاني employee. employee ماخذ من مين؟ من person برضو. نفس الشيء راح نطبق عليه. لو بدفع عن الـ eat هاي تمام؟ لو بدفع عن الـ eat هاي وأجعل employee جيت هنا على الـ employee m dot eat يفترض يروح هنا على يجينا على الميثود الموجود بالامبلوي هاي this employee eats at office فانا عندي امبلوي والامبلوي ماخذ من البيرسون نفس الميثود موجودين بالاثنين راح ياخذ الاقرب اللي هو انا عامل اوبجكت من امبلوي راح ياخذ الموجود بالامبلوي في عندي شغله هنا حتى اتاكد انه انا عامل اوفر رايت صح قبل الميثود هاي لما انا اجي اكتب ميثود الميثود نفسها موجوده بالمين او بالبيرنت ممكن اكتب ات اوفررايد هاي بنسميها انوتيشن هاي بتتاكد لي انه الميثود هذه فعليا موجوده في البيرنت وانا عم بعمل اوفررايد صح يعني هي بس مجرد اني بادي ات وهنا باجي بكتب اوفررايد الان لو جيت غيرت الاي 2 غيرت اسمها راح يعطيني عليها ايرور ليش الايرور اللي اعطاني اياه؟ بحكي لي the method e2 type is simply must override or implement superterm method. بحكي لي لما تكتب هذه override الميثود اللي تحتيها لازم تكون موجوده في البيرنت. طيب انا غيرت اسمها e2 انا في البيرنت اللي هو بيرسون ما عندي e2 اعطاني عليها ايرور. فهذه بتتاكد لي انه انا بعمل override صح. يعني يمكن جيت اكتب اسم ميثود مثلا بشكل سريع eat مثلا at أتهم جيت كتبتها بشكل سريع ونسيت مثلا صار عندي خطا جيت انا نسيت الاي بهاي الحاله ما صارت اوفر رايد اللي موجوده في البيرسون صارت ميثود جديده فانا كيف بدي اتاكد انه انا عملت الاوفر رايد صح اني كتبت الاسم صح بجيب فوقها اوفر رايد هاي حتى تتاكد لي هذول مفاهيم مهمه هذول برضو بنسميهم احد انواع البوليمورفيزم بوليمورفيزم اللي هي تعدد الاوجه بولي متعدد فورم اللي هي اوجه اوجه متعدده للكلاس عندي فانا هان صار عندي اوفرلودنج ممكن اعملها بالمين ممكن اعملها باي كلاس زي ما شفنا في المين باجي تحت بعمل تو ميثودز وبعمل بينهم اوفرلود الاوفررايدنج فقط بتم عملها عن طريق الانهيرتنس يعني اذا ما عندي كلاسز وبينهم انهيرتنس انا ما في عندي اوفرلودنج عفوا اوفررايدنج الاوفررايدنج هي فقط بقدر استخدمها داخل الكلاسز اللي بينهم انهيرتنس الاوفرلودنج عادي بالسيكول نعمل اوفرلود بالمين وعندي ميثود هم نفس الاسماء بس بيختلف السيجنتشر او الباراميترز بينما الاوفررايد انه نفس الميثود نفس الباراميتر نفس كل شيء هي فقط لما يكون عندي انهيرتنس بين كلاسز طيب حد عنده سؤال؟ أنا عندي overriding methods super class أنا عندي بس أنا بحكي لها أنا ملاحظ عندي an instance method can be overridden only if it's accessible private أنا بحكي لك private method cannot be overridden إيش يعني private method cannot be overridden لو جيت أنا كتبت هنا private البرايفت هاي بطلت تعمل اوفررايد للكلاس اللي في البيرنت لانه لازم يكون البوث يكون بابليك حتى يكون بينهم اوفررايد طبعا ليش شو يعني يعني هذا لو عملته برايفت هو اصلا لما الان طب عندي الستودنت مش الستودنت خليني اروح ل الستودنت هاي وجيت عملت الاي تو برايفت تمام وجيت على المين استدعيت الايت لمين حيروح؟ للثانية لانه هاي برايفت يعني فيش منها برا الكلاس بالضبط هي مش موجودة في المين هاي بس جوا الكلاس بالضبط الان هي ستودنت ايت الاصل برايفت انا ما اقدر اوصل لها فحيوصل لمين؟ راح يوصل للموجودة في البيرسون فهنا راحت عند الاوفر رايد طيب هاي بالنسبه لل كمان بحكي لي static method cannot be overridden هنا موجود the method define super class private is super class method completely is unrelated طيب عندي كمان static method
كان بي انهيريتد وظهر الستاتيك ميثود كانت بي اوفرريدن. فانا الستاتيك ميثود لو انا معرف الميثود ستاتيك ما بنفع ما راح تعتبر اوفررايد. الستاتيك ميثود ديفاين ان السوبر كلاس اند ديفاين ان السب كلاس ذا ميثود ديفاين ان ذا سوبر كلاس از هيدن. تمام. فهو دائما راح ياخذ الميثود اللي بالسب كلاس لو انهم ستاتيك، فهي ما في بينهم اوفررايد في الستاتيك ميثود. انا عندي مثال يعني شبيه اللي اخذناه. انا بدي افترض انا عندي تو كلاسز، هاي كلاس الكلاس بي وهنا حكى لي كلاس اي اكستند بي، وهنا عندي هاي الميثود void ميثود بي وهنا ميثود بي. هذول ايش العلاقه بينهم؟ ايش العلاقه عندي هان؟ overriding. override ليش؟ لانهم نفس الاسم ونفس الباراميتر، بينما هنا عندي هاي كلاس اكس اند بي، هاي كلاس اكس اند بي، هاي الميثود بي انتجر اي لها ارجمنت انتجر والثاني لها انتجر عفوا لها ارجمنت دبل. فانا لما اجي اعمل اوبجكت واختار بي حسب الباراميتر، اذا انتجر راح يجي هنا، الدبل راح يجي هنا. بينما هنا اوفررايد، لا اوفررايد ايش يعني؟ انه اذا جيت عملت اوبجكت فهو راح يروح على الاقرب اللي هو الكلاس اللي انا عملته من اوبجكت ايه، يعني بيعمل override لا اللي موجود فوق. شان override يعني محاه أو لغاه أو كتب فوقه، فهنا بصير هذا الميثود هاي ملهاش معنى، أو هو ما راح يستخدمها، ما راح يشوفها، راح يشوف مين هاي اللي هنا، هاي عملت override للي فوق. أنا بحكي لي object class and its method، بحكي لي هنا في عندي اوبجكت اسمه كلاس، هو فعليا كل كلاس انا عملته بالجافا هو انهيريتد من مين؟ من كلاس اسمه اوبجكت. يعني كل الكلاس اللي عملناهم في المحاضرات اللي قبل هم فعليا هاي متذكرين هذه اكستند اوبجكت، هم فعليا انت انا كتبتها او ما كتبتها هو فعليا هم اكستند من اوبجكت. وهذا بفسر لما كنتوا تعطوا ديفولت كونستراكتور، لما تيجوا على جنريت ديفولت كونستراكتور كان مرات يطلع معكم ايش؟ سوبر، صح؟ إذا متذكرين لما كنتوا تعملوا edit generate constructors، إذا هي في edit في source generate constructors كان يعطيكم هنا عند الconstructor super ودشرها فاضي. وواحد سألني عنها قلت لكم خليها بيجي هلا قدام، دائما كان يعطي super. السوبر هذه فعليا هو راح للبيرنت. مين البيرنت اللي هنا؟ أنا ما في عندي extend، لا هو بيفترض إنه أنا عندي extend من class اسمه object، فكل الكلاس بجافا هم extended من هذا الكلاس. لو جيت عملت عليه روح right click open declaration، هاي الكلاس اسمه public class object، كل الكلاس اللي بالجافا عندي عاملين inherit منه. وهذا الاشي هذا اللي انتم شفتوه الكلاس object، هذا بفسر لي انه انا في المين شايفين هنا الستودنت std1. هنا بعطيني ميثود غير الموجودين عندي، صح؟ يعني هنا عندي check overload موجودة، eat موجودة، equals مش موجودة، get address موجودة، get class مش موجودة، get GPA موجودة، major name موجودين هذول، nationality. هنا في عندي طلع في دخلت أنا في مجموعة من method to string wait، هذول كلهم مش موجودين في اللي أنا في الكلاس اللي أنا عملته. من وين أجو؟ أجو من الأوبجكت كلاس، هذول موجودين في الأوبجكت كلاس. فالبيرسون هو inherited من الأوبجكت، الستودنت inherited من بيرسون، فكلهم أخذوا الميثود الموجود بالأوبجكت كلاس. واضح هاي النقطة؟ فهنا من الميثود اللي شفتوها أنتوا حنستخدمها كثير تو سترينج، شايفين هاي تو سترينج؟ هاي في عندي ميثود تو سترينج، هاي بترجع لي البيانات تعيد الكلاس. يعني هنا لو جيت std1.toString هاي بترجع سترينج، فبالتالي لازم أحطها داخل جملة الطباعة. فأنا بدي أجي لازم تكون داخل جملة الطباعة. فلو جيت عملت run اعطاني برنت لاين، خلينا نظبط هاي، وجيت عملت run بالاخر ايش راح يطبع لي؟ هيها طبع لي الادرس تبع الاوبجكت اللي انا عملته، الريفرنس اللي له. طبعا بحكي لي هاي ممكن انت تعملها override وتطبع فيها البيانات اللي بدك اياها. يعني باجي على student بعمل override، هي هنا هي موجوده هنا معموله، تمام، وبكتب فوقها override
انا ما اعطانيش مشاكل، اعطاني صح. طب اوفررايد لمين؟ انا مش معرفها في البيرسون، اوفررايد للميثود اللي موجوده في الاوبجكت. فانا هنا طبعا هي دائما بهي الشكل الميثود بابليك، حترجع سترينج واسمها لازم نفس الاسم اسميها تو سترينج وترجع السترينج. فانا بكتب this is a student class، هيبدا اعمل سيف. وبدي ارجع المين هسه واعمل رن كمان مره، هي طبع لي ايش؟ بدل ما يطبع لي العنوان الادرس عمل اوفررايد وطبع لي اللي انا طلبته هي this is student class. طبعا نفس الشيء ممكن اروح على الامبلوي برضو اشغلها افعلها، وهنا بعمل اوفررايد عشان اتاكد انه انا صح شغال. هيها ما اعطانيش مشاكل، فانا this is employee class. هاي تو سترينج راح نستخدمها كثير وبتيجي بيجي عليها اسئله انه اعمل اوفررايد بشكل صح لتو سترينج. اذا الجواب في السؤال ما بيكون بالضبط نفس السيجنتشر هذه يعتبر جواب غلط، لانه انت بتعمل اوفررايد ما بينفع تيجي من عندك تعرفها void. void صارت ميثود ثانيه ما لهاش علاقه بالاوفررايد الموجوده بالاوبجكت. اذا غيرت الاسم هذا اختلف، اذا حطيت لها باراميتر اختلفت. فهي زي هيك public string بترجع string، وهنا عندي اسمها to string. السترينج طبعا هنا كابيتال لتر، وهنا بعمل ريتيرن لاي نص بدي اياه او اي معلومات بدي اياها. يعني لقدام راح نلغي، شايفين هاي print student info، راح نصير نحكي مثلا ما في داعي للستودنت انفو. هنا الميثود زي هاي، انا هنا البيانات هاي بدي اطبعها وين؟ بدي اطبعها في التو سترينج. وممكن كمان اجي اعمل سورس، لو حذفت التو سترينج هاي ورحت على السورس جنريت، هاي شايفين جنريت تو سترينج. بدي هنا بحكي لي شو البيانات اللي بدي اعمل عليها ريتيرن، بدي اعمل ميجر ستدي ليفل. تمام، هاي جنريت، هنا شايفين لحاله عمل لي جنريت، لحاله اعطاني اوفررايد، اعطاني بابليك سترينج، وهنا اعطاني ريتيرن ايش؟ هاي حكى لي البيانات الموجوده بالكلاس ستدي ليفل، هاي الستدي ليفل والميجر والجي بي اي الى اخره. طبعا الان لو رحت على المين وعملت رن كمان مره، هيها ستودنت وطبعت التو سترينج، لو بدي اعمل رن كمان مره راح يطبع لي البيانات اللي انا ضفتها. هيها ستودنت، هاي ستودنت ليفل سكند يير، الميجر، هاي الجي بي اي. هذه انتم بالامتحانات بدكم تحلوها، بدكم تكتبوها. يعني الطريقه هاي اللي كتبها بتكتبوا زيها. عاده بيانات الكلاس انا ما بستخدم برنت ستودنت انفو، بستخدم تو سترينج. تو سترينج وبحط فيها البيانات كل اللي موجوده داخل الكلاس اللي هي الاتريبيوتس اللي فوق. وهنا بس مجرد اني اعمل ايش؟ تو سترينج واحطه داخل جمله سيستم دوت اوت. طيب هاي بالنسبه للتو سترينج ميثود. البوليمورفيزم هذه حكينا عنها، انه انا يكون عندي اوجه متعدده. خلينا نعطي هنا بحكي لي في عندي دايناميك بايندينج. ايش دايناميك بايندينج؟ هنا بحكي لي انا لما اعمل، لو هنا عندي كلاس اند بيرنت، تمام، وبحكي لي تمام هذا كلاس اند بيرنت، وبحكي لي هذا الكلاس انهيرتد منه، وفي عندي كلاس انهيرتد من هذا الكلاس، وفي عندي هاي كلاس اس 2 انهيرتد من اس 3 واس 1 انهيرتد من اس 2، تمام، هذول كلهم انهيرتد من بعض. وبحكي لو في عندي ميثود تكررت في كل الكلاس هذول، يعني نعمل عليها ايش؟ اوفر رايدنج. يعني مثلا عندي ايت موجوده هان بسي 1 وبسي 2 والى سي ان. لما اجي انا اعمل اوبجكت من سي 1 واستدعي الايت، مين اللي راح ياخذها؟ من سي 1 صح؟ طيب اذا مش موجوده في سي 1 من وين راح ياخذها؟ سي 2. حيمشي بالترتيب بالاوردر، راح يدورها هل الايت موجوده في سي 2؟ راح ياخذها. اذا مش موجوده راح يضل يمشي لحد ما يوصل لوين؟ عند الكلاس البيرنت. يعني بدي افترض انه الايت مش موجوده غير في البيرنت، فراح يشيك على كل هذول. هذا انهيرتد من سي 2، موجود في سي 2؟ لا، انهيرتد من سي 3. حيوصل كلهم لحد ما يوصل البيرنت الرئيسي، هل موجود فيه؟ راح ياخذها من هناك ويتبعها. هذول نسميها دايناميك بايندينج، انه لحاله راح يمشي على هذا الاوردر حتى يدور على ميثود اللي معمول عليها اوفر رايد.
طيب هنا عندي الجينيريك بروجرامينج. بحكي لي انا ممكن اعرف لو انا تو سترينج انا فعلتها, هاي تو سترينج هاي فعلتها للامبلوي وللستودنت وللبيرسون, خليني اعمل للبيرسون برضو تو سترينج هاي, او لا خلص مش داعي, بس عندي للامبلوي وللستودنت الميثود تو سترينج. طيب لو انا بدي اعمل ميثود ابعث له التو سترينج, ابعث له الاوبجكت مره, ابعث له std1 مره employee1 عشان يطبع لي منهم التو سترينج, ايش لازم يكون, كيف بيكون شكل الميثود؟ يعني مثلا زي ميثود زي هاي public static void, لان هي راح تطبع جوا, اسمها مثلا print to او print object info, print info خلينا نسميها print info. ايش شكل الارجمنت اللي راح تاخذها؟ مين يحكي لي ايش شكل, ايش نوع, انا مره بدي ابعث املي ومره بدي ابعث student, فانا ايش شكل الارجمنت اللي راح تاخذها؟ هل اجي احكي student انا مثلا object o, واجي هنا احكي sys out وطبع لي o dot to string, هيك صح؟ بس هل 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 هذه بتشتغل معي للاثنين, للستودنت والامبلوي؟ مين يجاوب؟ هسه هاي ما راح تشتغل للاثنين, هذه بتاخذ اوبجكت من نوع ستودنت, راح تشتغل فقط مع الستودنت. يعني لو جيت هان خليني استدعيها, ايش كتبتها؟ برنت انفو اي كوبي, بدي اجي هنا بيست برنت انفو, بدي امرر لها اس تي دي 1, خلينا نعمل رن, وهذه بدي اياها, هاي اللي هنا خلص بحذفها. بس عشان يخفف هنا اللي فوق, هاي بدي اياها برنت برنت انفو, خليني اعمل كمان مره. هنا ايش اعطاني؟ student level, هي طبعا البيانات. طيب لو جيت مررت لها employee m1, هنا اعطاني ايرور. شو بحكي لي في الايرور؟ بحكي لي the method print info student in the main type not applicable for the argument employee, هي بتاخذ object من نوع student ما بتاخذ من نوع employee. فانا هنا حتى احل مشكله زي هاي ممكن باجي بعرف هنا بدل student ايش بعرف؟ بدي اعرفه من نوع object. بزبط معي؟ طب من نوع اوبجكت المفروض يزبط, لانه كلهم اكستند من اوبجكت. لانه ايش؟ كلهم اكستند من اوبجكت, لان كلهم اكستند من اوبجكت. هو راح يقبل امبلوي وراح يقبل ستودنت, واذا عندي بيرسون راح يقبلها. فانا لو جيت عملت رن, هاي امبلوي, هاي طبع لي اياها, ذيس از امبلوي, لو غيرتها لستودنت اس تي دي 1, وهنا عملت print run, هاي طبع لي بيانات للستودنت. ولو بدي اعمل array مثلا, هاي for او loop for integer i تساوي صفر, i اقل من اثنين, وهنا عندي i plus plus, هنا بدي احكي له لا خليها هذه بعدين, بس نجي هاي تمام. فهنا راح يروح على الميثودز الموجوده في كل كلاس, في كل اوبجكت. بس انا في شغله, هذا بنسميها بوليمورفيزم برضو او جينيريك تايب برضو. ليش انا خلاص انا عرفت اوبجكت, وهنا مررت ستودنت, هنا صارت في عندي تعدد اوجه اوبجكت, مره مررت لها ستودنت, مره مررت لها امبلوي. طيب هنا بس في ملاحظه مهمه, انه الاو هاي ما راح تاخذ الا الميثود اللي موجوده في الاوبجكت هاي. يعني هان لو او دوت بدي احاول اوصل ل تشيك اوفر رايدنج, مش موجوده عندي هان. طيب جيت نيم برضه مش موجوده, فهنا بس راح ياخذ الميثود اللي موجوده في اوبجكت تمام, وانا عملت لها اوفر رايد في ستودنت. يعني انا هان عندي هاي ميثود اوبجكت الكلاس اوبجكت, وهنا عندي كلاس بيرسون, وهنا الكلاس مثلا ستودنت, هنا امبلوي, هم هيك شكل الكلاس هنا كان عندي. هاي اوبجكت, هنا عندي
person وهنا student وهنا عندي employee. الآن بحكي لي هو هاي اللي أنا عملتها أو رح توصل للفقط الميثودز اللي موجودة بالأوبجكت، مش أنا عرفت الجنريك تايب ميثود. لما أبعثها student بيجي على student هل في ميثود هنا معمولها override من object؟ إذا نعم هي بتبين معي. باقي الميثود اللي بالستودنت اللي مش موجودين في الأوبجكت مش راح يبينوا معي. واضح هاي النقطة؟ هاي نقطة مهمة. دكتور اسمح لي ما فهمتش. عيدها نقطة ما فهمتش. الآن بحكي لي أنا عملت هنا الميثود عرفتها من نوع إيش تأخذ أوبجكت صح؟ ومرة وديت لها ستودنت ومرة وديت لها إمبلوي. طيب الآن أنا لما أبعث student ليش هنا الميثود الموجودين في student employee ببينوش معي؟ يعني أنا هنا عندي في student عندي get name وهذا employee مثلا فيها برضو get name get age إلى آخره. فقط اللي بين معي هنا في الـ O dot ما أجي كمان مرة هنا هاي O dot get name مش مبيني معي dot أي شيء ثاني get ما في مش مبين معي غير get class get to string. أنا بحكي لي طالما أنت معرف الـ هنا object الـ النوع object وراح يأخذ فقط الـ object الـ methods اللي موجودين في الـ object class. الآن أنا لما أبعث student هاي لو لما مرة أجي هنا على المثل هاي أبعث لها student بيجي بيشوف هل student عملت override لميثود موجودي هان بيأخذها. يعني مثلا أنا بالـ student عملت override to string صح؟ هنا جيت أنا عامل أو في الإمبليي جيت أنا عامل to string عملت لها override والto string موجودة فوق في الأوبجكت. تمام؟ هنا هاي الميثود موجودة هان راح تبين معاه هل معمولها override بالإمبليي؟ نعم. إذا بيجي بأخذ الموجودة في الإمبليي. هسا بناخذ عليها كمان أمثلة. الآن أنا لو بدي أعرف خلينا نعمل او لا خلينا على نفس الكلاس. الان لو بدي اعرف الري واحط فيها الاوبجكت هذول كلهم ايش نوع الاري بدي اعرفه؟ يعني الان انا عندي عندي شو الكلاس الاوبجكت اللي انا عاملهم ستودنت وامبلوي. لو بدي اعمل اري اخزن فيها الستودنت والامبلوي يعني ممكن يكون في عندي ما بعرف ممكن يكون في عندي 5 ستودنت وثلاثه امبلوي كيف بدي اخزنهم هذول كلهم في اري؟ من نوع اوبجكت او من نوع مين اذا بدي احدد اكثر بيرسون لانه الستودنت والامبلوي هم انهرت من بيرسون فباجي بعرف هاي نوع الاري هاي بيرسون بدل ما كنت اكتب انتجر اري انا شو باجي بعمل بيرسون وهي الاري تساوي نيو بيرسون ويز ذا سايز اللي لها 2 مثلا هي انا عرفت اري راح تاخذ بيرسون هنا باجي بكتب اري للصفر تساوي new student وببعث الارجيومنت هاي الارجيومنت خليني اجيبهم من فوق هاي الارجيومنت وبنهي وباجي array للواحد مش الواحد وبكتب new هاي المره بدي envelope دكتور رجعت قال عندي واحد نيو امبلويي وبفتح الاقواس وبدي انسخ الارجيومنت هاي اللي هان باراميتر ومررهم للامبلويي هاي اعطاني بس عند السيميكولون هنا قبلهم بدون مشاكل تمام هاي عملت اري بيرسون اري للصفر هاي اخذت الباراميتر هذول واري للاي اخذت امبلويي فهنا صار هنا برضو بنسميها هاي اسمها polymorphism انه انا في عندي array اسمها person مره اخذت employee ومره اخذت student فاخذت different forms. طيب الان لو بدي اطبع بس كمان مره هان لما اجي اكتب array لل i للصفر ايش الميثود اللي راح يبينه معي هنا؟ يلا ايش المثل راح يبينوا معاي؟
عوامل بيرسون اللي موجودين في بيرسون فقط. يعني هاي يعني هنا عندي دوت. الان في ايش في عندي ميثود زياده في امبلوي؟ في عندي اي تو سترينج. على فكره هم كلهم نفسهم بس المختلف عندي ميثود هي مختلفه برنت امبلوي انفو، وعندي هنا برنت ستودنت انفو. هاي المفروض ما تبين معي، خليني اروح اشيك عليها الان. دوت تشيك اوفرلود هذه موجوده في في البيرسون وفي كل الباقيين. جيت جيت نيم جيت ناشوناليتي موجوده. طب لو جيت على برنت ستودنت انفو دوت برنت بيرسون انفو، برنت ستودنت انفو وبرنت امبلوي انفو ما بتبين معي. ليش؟ لانهم مش موجودين في في البيرسون. طيب هنا خلينا نرجع كمان مره. دوت جيت خلينا ايش في ميثود ثاني؟ لا الريل الصفر هاي. جيت نيم، هاي جيت نيم. جيت نيم هذه موجوده في ال موجوده في البيرسون صح؟ بس هو راح يرجع لي مين؟ راح يرجع لي الاوبجكت اللي انعمل منها. انا شو الاوبجكت اللي انعمل منها؟ الريل الصفر، صفر ستودنت، فهو راح ياخذ لي النيم تبع الستودنت. لما اعطيه الواحد راح يجيب لي مين الاوبجكت؟ امبلوي، راح يجيب لي الاوبجكت النيم تبع الامبلوي. طيب الان لو بدي اعمل دكتور عشان اذا هذيك الميثود ما بينت معي بدي اياها تبين بعمل لها اوفر رايت صح؟ اني البرنت امبلوي انفو لا هاي لازم تكون نفسها موجوده في انا ما في عندي بالبيرسونال برنت امبلوي انفو، لازم تكون موجوده هناك. ما هو يعني اوفر رايت بعمل لها، لازم تكون معموله اوفر رايت عشان تبين معي. انا هنا عندي شيء ثاني، عندي برنت ستودنت انفو، يعني هاي ميثود مختلفه، الاسم مختلف، صارت ميثود مختلفه. طيب الان في عندي ميثود معمول عليها اوفراد اللي هي الايت مثلا، ذيس ستودنت ايت، وعندي ذيس بيرسون ايت، وهنا ذيس ستودنت ايت، وعندي الامبلوي ذيس امبلوي ايت. لو بدي اعمل لوب اطبع كل هذول الايت، انتجر اي تساوي صفر، اي اقل من ري دوت لينث، انا عندي اي بلس بلس، انا بدي اجي بدي اكتب الري للاي دوت ايت. خليني اشوف انا شو بدي يطبع لي. هعمل ترن، خليني اطبع قبلها سطر عشان اميزها عن اللي بعد. هاي اللوب هاي اللي راح تطبع لي اياه. طيب هاي اللي طبعت لي اياه. ايش طبعت لي؟ This student eats at the cafeteria, this employee at the office. شو عمل؟ كل اوبجكت راح جاب الميثود الخاصه فيه. يعني هنا عندي eat هي موجوده في كل الكلاسز، موجوده في الامبلوي، موجوده في الستودنت. بس هنا جيت انا الريل الصفر، الريل الصفر شو نوعها؟ student. روح شو راح جاب لي؟ الميثود اللي خاصه فيه، هذه بنسميها اوتو بايننج. student eats at the cafeteria. اجى بعديها على الريل واحد، الريل واحد ايش هي نوعها؟ امبلوي. اذا بروح بجيب الايت اللي في الامبلوي. فانا طبعا this student eats at office. طيب واضح هيك؟ حد عنده كاستنج؟ حد عنده سؤال؟